إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان التجارة المتعددة الأطراف مقابل التجارة الثنائية، خيارات السياسة العامة في عمان، قدمها الدكتور خميس بن سيف الجابري لجامعة درم في بريطانيا السنة 2009. دراسات عمانية. يذكر الباحث في ملخص دراسته أن عمان أصبحت عضواً رسمياً في منظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر سنة 2000، وفي 19 يناير عام 1966 وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه اتبعت عمان مسلكين مختلفين في التجارة: مسلك منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف القائم على عدم التمييز، والمسلك الثاني لاتفاقية التجارة الحرة القائم على أساس الامتيازات التجارية مع شريك واحد. يؤكد الباحث بأن دراسته تسعى إلى تقييم خيارات السياسة التي تواجه التجارة العمانية في كل من المسلكين المذكورين، والتحقق من النظام الذي يوفر ترتيبات أكثر مرونة لعمان. واعتمد تقييم الباحث على منهجية نوعية، حيث استخدم 3 طرق بحثية لجمع البيانات: الوثائق الرسمية، والمقابلات شبه المنظمة، ومجموعات التركيز. وبعد جمع البيانات وتحليل محتواها، توصل الباحث إلى أن السلطنة بشكل واضح لديها خيارات سياسية أفضل في إطار منظمة التجارة العالمية مقارنة مع النهج الثنائي للتجارة الحرة، وأن ترتيبات منظمة التجارة العالمية هي أكثر مرونة من الاتفاقية الأمريكية. تتكون هذه الدراسة من 9 فصول. يتناول الفصل الأول مقدمتها وأسئلتها وافتراضاتها ومنهجيتها، ويستعرض الفصل الثاني الدراسات السابقة حول ظاهرة تكاثر اتفاقيات التجارة التفضيلية، وينقسم الفصل الثالث إلى قسمين رئيسيين: الأول يستكشف طبيعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بظاهرة اتفاقات التجارة التفضيلية، وكيف تغيرت هذه السياسة من التعددية إلى الثنائية منذ عام 2001 فصاعداً. ويقدم القسم الثاني بعض المعلومات
عن الأنشطة التجارية العمانية للفترة من 1995 إلى 2007، التي كشفت أن الولايات المتحدة ليست شريكاً مهماً لتجارة عمان، بل هناك الكثير من الشركاء التجاريين الإقليميين يكتسبون أهمية أكبر في عمان من الولايات المتحدة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين واليابان والهند. ويحدد الفصل الرابع منهجية البحث من خلال شرح أسباب ذلك واعتماد منهجية نوعية، واصفاً تصميم البحث كدراسة مقارنة استناداً إلى حالة عمان، وتوضيح الاستراتيجية الاستقرائية للبحوث. أما الفصول الخامس والسادس والسابع والثامن فتقدم نتائج الدراسة وتحليلها، حيث يركز الفصل الخامس على تحليل البيانات المجمعة من الوثائق الرسمية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة والتجارة والاقتصاد العماني من خلال أربعة أبعاد: وصول السلع إلى الأسواق، وقواعد المنشأ، وتسوية المنازعات، والعمل. ويستأنف الفصل السادس تحليل البيانات عبر أربعة أبعاد أخرى، هي المنسوجات والملابس، والمشتريات الحكومية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والاستثمار. الفصلان السابع والثامن يركزان على تحليل البيانات المجمعة من المقابلات شبه المنظمة ومجموعات التركيز. أما الفصل التاسع فيلخص نتائج البحث الرئيسة، ويقدم بعض التوصيات حول كيفية قيام السلطنة بتحسين تفاعلها مع الاقتصاد العالمي، ولا سيما فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية. كما يقدم هذا الفصل بعض التوصيات للبحوث المستقبلية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية العمانية. نقرأ من مقدمة الدراسة هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الباحث: إن أيديولوجية التجارة الحرة، حيث يمكن تبادل السلع والخدمات بحرية بين الشركاء دون عوائق، أصبحت الآن تحظى بإجماع عالمي. إنها الأيديولوجية التي تتجذر في الاقتصاد الكلاسيكي، بدءاً من دادلي نورث وآدم سميث وديفيد ريكاردو، الذين دعموا جميعاً فكرة التجارة الحرة، وهي أيضاً السياسة التي اعتمدتها سلطنة عمان. ومبادئ التجارة الحرة والأسواق المفتوحة هي من أهداف منظمات الاقتصاد العالمي، مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة على حد سواء. ويعتقد أن ترتيبات التجارة المفتوحة في السوق التي تنطوي على المنافسة العالمية ستفضي إلى الرفاه الوطني لجميع البلدان. إن الأنشطة التجارية العمانية متأصلة بعمق في تاريخها. في الماضي كانت عمان تتاجر مع بلدان مثل مصر والهند، ومما له أهمية خاصة في هذا السياق أن عمان كان لها تأثير كبير في شرق أفريقيا خلال القرن الثامن عشر، وقد انعكس ذلك في الوجود الفعلي لسلطتها في زنجبار. وقد سمح هذا التأثير لعمان بزيادة أنشطتها التجارية في تلك المنطقة. ومع ذلك فإن عمان الحديثة بدأت التنمية فقط في عام 1970، حين
تولى مقاليد الحكم جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، وباعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيس للدخل شهدت السلطنة في العقدين الأولين من عملية التنمية طفرة اقتصادية سريعة وارتفاعا لمستويات المعيشة وعملية توظيف شاملة. ومع ذلك فقد تغير هذا منذ التسعينيات فصاعدا، كما بدأت السلطنة تواجه مشكلات اقتصادية ترجع أساسا إلى تقلبات أسعار النفط في الأسواق الدولية مصحوبة بانخفاض كبير في إنتاج النفط الخام. دراسات عمانية. كان ذلك عرضاً لرسالة دكتوراه بعنوان التجارة المتعددة الأطراف مقابل التجارة الثنائية، خيارات السياسة العامة في عمان، قدمها الدكتور خميس بن سيف الجابري لجامعة درهم في بريطانيا سنة 2009. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.